بهدوء تام رحل في صمت. تناقلت وسائل الإعلام خبر وفاته بأسباب متباينة، تارة يقول البعض أن السبب فيروس كورونا، وتارة أخرى يؤكد نجله أن معاناة والده مع سرطان الدم والتي دامت طيلة 6 سنوات الأخيرة هي السبب. اختلفت الحجج وبقيت الحقيقة الواحدة هي رحيل صفوة الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق عن عمر يناهز 87 عاما. مسيرة إعلامية وسياسية طويلة احتفظ بها الراحل مواليد ديسمبر من عام 1933، فبعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية شغل العديد من المناصب التي متعته بنفوذ وصلاحيات واسعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. كانت بدايته كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم عرف كعضو مؤسس بالحزب الوطني عام 1977، وتدرج في المناصب بداخله حتى وصل لمنصب الأمين العام للحزب، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2011، ثم وزيرا للإعلام في الفترة من 1982 وحتى 2004، ورئيسا لمجلس الشورى لمدة 7 سنوات حتى عام 2011. وإذا تحدثنا عن ملف الإعلام على وجه التحديد، سنجد أن لوزير الإعلام بصمات واضحة، فإليه تعود فكرة إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامية بعد النجاح الذي حققه قطاع الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو آنذاك. وقتها كلف الشريف كل من ممدوح الليثي رئيساً لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمهندس محمود كشك رئيساً لقطاع الهندسة الإذاعية لإعداد دراسة خاصة بالمدينة المرتقبة، حتى جاء قرار رئيس الوزراء عام 2000 بالموافقة على إنشاء منطقة عامة حرة مخصصة للإنتاج الفني والإعلامي بمدينة 6 أكتوبر على مساحة تقدر ب3 ملايين متر مربع. وهكذا انتهت مسيرة رجل الإعلام الأول، ولكن ستبقى إسهاماته خالدة في أذهان الجميع.